مؤشرات مع عبد الله بحميشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم برنامج مؤشرات، معي أنا من خلف المايك عبد الله بحميشان، أهلا وسهلا فيكم مع ضيفنا المهندس مجدي الشريف. مهندس مجدي أهلا وسهلا فيك وساك الله بالخير، وشكرا لك على قبول الاستضافة. يا أهلا وسهلا فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالعكس احنا نتشرف انه نطلع معاكم ومعاك استاذ عبد الله وفي الاذاعه الجميله هذه، ونسال الله انه ربي يوفقنا ونقدم اللي فيه الفائده للجميع باذن الله تعالى. بس مهندس اليوم احنا بنتكلم عن قطاع التطوير العقاري وقطاع المقاولات. فحجم السوق بحكم خبرتكم في السوق، كيف حجم السوق الان في الفتره الحاليه؟ ايش المجالات اللي موجوده؟ كيف نقدر نستفيد من السوق ومن حجم السوق؟ إيش المعطيات اللي ممكن نبدأ نشتغل عليها؟ كيف نبدأ في نقطة مرة مهمة اللي أعرفها عنك أنك أنت مدرب أيضا في هذا المجال، فكيف نقدر نبدأ من الصفر إلى منطقة اتخاذ القرارات وتوقيع العقود ونبدأ باستلام المشاريع؟ طيب، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، في البداية نتكلم على موضوع قطاع المقاولات. إيش هو قطاع المقاولات وإيش حجم السوق؟ نتكلم في دولتنا العظيمة، قطاع المقاولات يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد قطاع البترول، فنتكلم على حجم استثمارات كبير جدا. قطاع المقاولات كبير وفي ضخ أموال كثيرة، والدولة عندها توجهات كبيرة في تحسين وضبط قطاع المقاولات. يعني نجي نطالع في آخر 22 كان 400 مليار ريال لمشاريع قطاع المقاولات، فبتتكلم على حجم صرف وحجم إنفاق كبير جدا. أنت تتكلم عن 400 مليار، هذا إنفاق حكومي أو إنفاق بشكل عام؟ بشكل عام، الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الخاص، نتكلم على حجم القطاع نفسه ما شاء تجاوز الله. 400 مليار في عام 22 كان قطاع الإنشاءات فيه بنسبة 34 إلى 35%، اللي هو القطاع العقاري اللي نتكلم عنه، المباني بشكل عام. قطاع النقل كان 21%، قطاع الطاقة كان 20% كنسب. احنا اللي همنا قطاع الانشاءات. قطاع الانشاءات في منطقة الرياض الوحدة وصل الى 25 أو 26% من اجمال الميزانية المذكورة. اجمال الميزانية المذكورة يعني ومن اجمال الانفاق. اي، من اجمال الانفاق. احنا نتكلم الان في 400 مليار، لما نتكلم 35% في حدود 200 الى 250 مليار حجم قطاع الانشاءات. نعم. مدينة الرياض أو منطقة الرياض حازت على 26%، منطقة مكة المكرمة على 16%، المنطقة الشرقية حصلت على أيضا 16%. فنجي نلاحظ أنه في توجه كبير جدا في المناطق الرئيسية كمجال المقاولات. بناء الإحصائية اللي أنت تتكلم عنها، أنت تتكلم عن إحصائية في عام 2020 صح؟ 22 صحيح. في عام 2022 هذه الإحصائية اللي انت تتكلم عنها، هل نقدر نعرف القطاع الخاص مدى مساهمة القطاع الخاص ومدى مساهمة القطاع العام؟ يعني في النسب 26% الرياض، 16% منطقة الشرقية، 16% منطقة مكة المكرمة. فهل في يعني دراسة توضح القطاع الخاص قديش حجم الإنفاق من القطاع الخاص وقديش حجم الإنفاق من القطاع الحكومي؟ أي أحد يستطيع يحصل على المعلومات هذه عن طريق الموقع اللي هو الهيئة السعودية للمقاولين. جميع النسب وجميع الأرقام بتقاريرها بيلاقيها في الموقع. قطاع المقاولات، احنا اليوم بنتكلم على قطاع بشكل كبير وإيش الفرص اللي متاحة فيه. فلما نتكلم في قطاع ونفصل إن بنشوف إيش اللي يدخل تحت قطاع المقاولات، أول شيء بتيجي عندنا المكاتب الاستشارية والهندسية للرخص للتصاميم، وهذه المرحلة الأولى لإدارة المشاريع. بعد كذا نجي لقطاعات مثل البنوك في عملية التمويل سواء للقطاع الخاص أو للأفراد. بعدين نجي نتكلم على المقاولين
سواء المقاول العام أو المقاول من الباطن. عندنا أيضا الموردين لمواد البناء، ويجي جزء ثاني اللي هو القطاع الصناعي. لما نجي نتكلم في الفرص المتاحة قدامنا حنلاقي فرص كبيرة جدا، بس تحتاج أحد يبدأ الخطوة الأولى ويستغل ويستفيد من هذه الفرص. في البداية عندنا المكاتب الهندسية. نعم. السوق الآن للمكاتب الهندسية سوق ضخم وكبير بعد التعديلات والتشريعات اللي حصلت في الثلاثة والأربع سنوات الأخيرة. صار في تنظيم، صار في احترافية في المنتج النهائي، صار في جودة. الآن العميل بيقدر يختار من أكثر من خيار كمكاتب هندسية، بيختار التصميم، بيختار الأسعار المناسبة، بيختار أيضا المكتب اللي بيكون إشراف كامل على المشروع. صار في وعي الآن عند العملاء، وصارت المكاتب الآن تتنافس فيما بينها في تقديم أفضل الخدمات اللي تهم العميل. جميل. طيب اليوم نتكلم عن المكاتب الهندسية، نتكلم عن حجم السوق. حجم السوق اليوم تتكلم في حجم السوق أنه 400 مليار في 2022. طيب خلينا نتكلم عن القطاعات. القطاعات قلت لي أنه يهمنا قطاع الإنشاءات، بعدين تكلمت عن قطاع الصناعي، وتكلمت عن قطاعات إضافية أخرى. قطاع الإنشاءات، قطاع الإنشاءات اليوم قاعدين نتكلم عن قطاع خاص وقطاع عام. قطاع خاص نتكلم عن المنشآت السكنية، نتكلم عن المنشآت التجارية، نتكلم عن المنشآت الخدمية في القطاع الخاص. هل في هذه الفرص اليوم إمكانية للشباب السعودي المهندسين، التجار، رواد الأعمال، الدخول للسوق بعملية سلسة سهلة، بالذات أن سوق المقاولات ما هو سوق سهل؟ صحيح، ما هو سوق سهل. في مقولة يمكن استشهد فيها، المقاولات يقول لك يا ذهب أحمر يا موت أحمر. لا إله إلا الله. فهي هذه مقولة عند أغلب الناس فبيتكلمون. مجال المقاولات مجال قوي وكبير جدا، ولكن نسبة الخطورة فيه تعتبر عالية. إذا أنت ما أنت عارف أو ما عندك الخلفية والإلمام الكامل، ثق تماما راح تواجه عقبات ومشاكل من شأن أن توقفك أو تخليك تخسر. فأنت عشان تدخل في مجال المقاولات لازم يكون عندك إلمام وخلفية كاملة في المجال اللي أنت داخل فيه. طب نقدر نعرف إيش هي العقبات اللي ممكن تواجه أي شخص داخل السوق حديث الدخول للسوق، يبدأ يكون دارس أو عارف الأشياء اللي ممكن تواجهه كتحديات، ولكن بعد الفاصل. مؤشرات مع عبد الله بحميشان. عدنا عليكم أعزائي المستمعين مرة أخرى في برنامجكم برنامج مؤشرات، معي أنا من خلف المايك عبد الله محمشان في إذاعتكم الجميلة ألف ألف إف إم، وضيفنا العزيز مهندس مجد الشريف. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى بشمهندس، حياك الله. حياك الله السلام. بشمهندس قبل الفاصل كنا نتكلم أنك أنت تقول أنه إذا داخل السوق لازم تكون حذر. حذر من إيش؟ جميل جدا. مجال المقاولات مجال رحب وكبير جدا، والتخصصات أو المجالات اللي فيه كثيرة جدا. عشان تبدأ وتدخل في مجال المقاولات، طبعا أنا كلامي هنا موجه للشباب السعودي اللي يرغب أنه يدخل في مجال المقاولات، المبتدئين، مضبوط. فأول حاجة ينتبه منها التخصص. مجال المقاولات كبير، فإذا أنت تخصصت في جزئية معينة أنت راح تبدأ وتبدأ، لا تبدأ في شيء ما عندك أي خلفية عنه. حلو. أول شيء تخصص، يعني يبدأ يركز على جزئية معينة من المجال ويتخصص فيها. اثنين يبدأ يشوف الناس اللي قدامه، لا يغامر أول مرة، يعني يجلس 6 شهور سنة يراقب ولو يقدر يتوظف أو يشتغل مع مقاول ثاني يكون أفضل. نعم. عشان يعني يتعلم، عشان يمارس. حلو. ياخذ سنة يتعلم فيها، بعد كده يقدر ينطلق لوحده. لأنه أكبر مشكلة تواجه الشباب أنه يبدأ
ويغامر ويدخل في مجال فيلاقي في مشاكل في آلية العمل، في مشاكل في العقود، وهذه مشكلتها كبيرة جدا موضوع العقود، وكم من مشكلة حصلت بين مقاول بين صاحب بيت، وكان الخطأ عند المقاول، يا إهمال يا تقصير يا عدم معرفة بالتفاصيل، وفي الأخير بدل ما يكسب يلاقي نفسه خسران. جميل. تصدق أنا كان عندي كيس اليوم في المكتب، جاني مقاول فعليا ما أخذ مشروع لفلل شخصية، يعني فلل شخص يطور فلل ويبيع، فكان بينه وبينه عقد، فهو ما أخذ من شركة بالباطن، رجل مبتدئ في المجال، فالعقد اللي بالباطن كان فيه شروط، من الشروط اللي كانت في العقد بالباطن كان فيه ضرر كبير على المقاول بالباطن. فكان رأيي أنا قلت له أنت أصلا المفروض قبل لا تبدأ في المجال سواء مقاولات أو غيره لابد يكون معك محامي خاص فيك يراجع عقودك يراجع معطياتك. حتى أنا ذحين أتكلم معك بحكم المهنة، بحكم إيش اللي نواجهه في السوق. فعليا العقود فيها تحديات تواجه كثير من الشباب إذا ما كان فاهم، في عملية تسليم واستلام وإدارة المشروع. فأنا كمان أنصح يعني إنه تبغى تبدأ ما في مشكلة، أبدأ لو صرفت على المحامي whatever المبلغ، كم المبلغ صرفته، أحسن ما تخسر أضعاف أضعاف المبلغ بعدين في قضايا ومحاكم ومتابعة وإجراءات وما إلى ذلك. صحيح. فهي البداية كيف الواحد يبدأ، زي ما تفضل أستاذ عبد الله في مشاكل كثير، وللأسف الشاب السعودي أول ما يبدأ في مجال المقاولات بيغتر أنه يكون المبلغ كبير، يقولك والله أوكي أنا بأخذ مبلغ كويس وممتاز. طيب إدارة المشروع أنت كيف حتستلم، خلال كم حتسلم؟ فأنا لما أجي أخذ مثلا خلينا نقول كمثال مشروع قيمته 100,000 ريال، عقدي مع في التنفيذ 3 شهور، أنا لما ينظر لها كذا في البداية والله كيف 100,000، أنا تكاليفي 1-2-3 بطلع بمكسب 20-30%، أوكي ممتاز. طيب أنت في معطيات أخرى عندك في الموقع، إذا أنت ما عندك الخبرة الكافية عشان تحسب كم مدة المشروع عندك، في الأخير راح تلاقي نفسك خسران. وفي كثير من الشباب يجي يتفاجأ المشروع 3 شهور، يتفاجأ أنه جلس 6 شهور، وبعض الأحيان يجلس سنة، لأنه في معطيات خارجة عن إرادتك. وإذا أنت ما كان عندك الإلمام الكامل بموضوع آلية العمل فنية كيف حتترتب الأعمال، لأن المقاولات ما هي بند واحد، مجموعة بنود، وفي بند يترتب أنه لازم البند اللي قبله ينتهي، وفي بند لازم البند اللي بعده يجهز، ففي آلية كبيرة جدا. للأسف بعض الشباب مع الحماس والاندفاع يغلط وتكون العواقب كبيرة جدا. إذا نتكلم بس أعيد التلخيص لأنه تشعبنا كثير في التحديات، بس نعيد التلخيص. أول شيء قلنا في المجال، وانت داخل على المجال اعرف التخصص اللي تحتاجه اللي حتشتغل عليه. 2، حاول انك تمارس المهنة مع من سبقك في العمل، اما ان تكون موظف او انك تكون صديق ملازم لشخص يعمل في المجال في نفس التخصص اللي انت تبغى تشتغل فيه. 3، لابد انك انت تراجع نصوص العقود وبنود العقود، وتعرف ايش العقد ينص على ايش، وايش الأحكام والشروط اللي موجودة في العقد عليك، والالتزامات اللي على الطرف الأول والطرف الثاني سواء المنفذ أو صاحب المشروع. 3، قلنا أنه العقود بناء على العقود بناء على أعمال العقود، أنت لابد يكون عندك خبرة في استلام وتسليم المشروع. في النص في معطيات، معطيات اللي أنت تتكلم عنها اللي ممكن تعطل أعمال التنفيذ المشروع، اللي هي بند يفوق بند، يعني زي بند الحفر قبل بند البناء، قبل بند اللبشة اللي هي الأساسات، الحفر أول عشان أسوي الأساسات، أنت داخل بدروم ولا داخل طالع على طول أدوار، يفرق معاك نوع التربة. فهذه كلها تحتاج البنود، ترتيب البنود. قبلها في موضوع التصاريح، تصريح البناء، تصريح الفسح البناء، تسليم الاستشاري، الاستلام الاستشاري، هذه التصاريح ممكن تأخذ وقت أطول من الوقت اللي متفق عليه في العقد. فبالتالي أعتقد أنه دائما لما تجي تسوي عقدك، هذه نقطة دائما احنا نذكرها في المحاماة، انه يبدأ العمل الفعلي ينحسب المدة بعد اصدار التصاريح اللازمة لأعمال التنفيذ. اذا ما صدر التصريح فانت قاعد تلزمني بوقت، والوقت هذا غير صحيح، انا ما اقدر انفذ فيه ولا شيء. ممكن ابدأ اجهز الموقع، ابدأ اسوي خرائطي او ما الى ذلك، لكن اكثر من كذا ما اقدر اسوي شيء. فهذه الجزئية الرابعة اللي انت كنت تتكلم عنها. الجزئية الخامسة ذكرني فيها.
في موضوع اختيار التخصص تكلمنا، واختيار الوقت المناسب كيف أنا أبدأ. نعم. لازم يكون عند الشخص إلمام كامل بالتخصص حقه. في ناس دارسة خريجين كلية التقنية وخريجين المعهد الثاني والصناعي، في ناس موظفين وعندهم إلمام ببعض التخصصات، فلما يجي ويدخل في مجال المقاولات لازم يكون عنده الإلمام العلمي في البداية، بعد كذا الخبرة الميدانية، إذا ما هي موجودة عنده خبرة سابقة لا يغامر ويدخل المجال وهو ما عنده خبرة. طب ممكن يكون معاه أحد يعني يعمل معاه عنده خبرة، يعني أنا أتفق أتشارك مع أحد، أوظف أحد أستعين به بخبرته، وأنا بحصولي على المشاريع بحيث أني أنا أنمي خبرتي أثناء العمل، ولا تفضل أنه هو يكون عنده خبرة قبل حتى لا يشارك أي أحد؟ يفضل، وهذا للأسف اللي حاصل، أنه بعض الشباب يندفع مع شريك أو مع شخص ثاني بدون أي إلمام. النصيحة أول شيء، أنا ما أبغاك تكون 100% ملم، لكن لما يكون عندك إلمام 10-20% من المجال اللي أنت راح تدخل فيه، هذه كافية أنك تعرف التفاصيل الرئيسية. ما أبغى أدخل في التفاصيل الصغيرة، التفاصيل الرئيسية أو الأمور الرئيسية في المجال حقك. نعم. تقدر بعد كذا تشوف شخص تستعين فيه قوي ميدانيا وتنطلق أنت وياه بشراكة أو بأي طريقة أخرى. طيب جميل، في نقطة مهمة أحب أتكلم فيها معك، وهذه النقطة اللي فعليا يعني حمستني أنه ألح عليك في الاستضافة أنك تكون موجود، اللي هي عملية الدخول للسوق تحتاج خبرة وتحتاج معلومة، والمعلومة تحتاج إلى مهارات. صحيح. فأنت كنت تتكلم عن برنامج تدريبي أنت قدمته لأكثر من شخص سابقا، وعدد كبير من الأشخاص اللي كانوا يعملوا معك في سواء في مكتبكم الهندسي أو في شركة المقاولات اللي تخصكم، أو لما كنت وما زلت تعمل على مجال المواقع الإلكترونية اللي تخص الحرفي السعودي. فكنت تتكلم عن البرنامج التدريبي اللي هو من الألف للياء والمتابعة بعد البرنامج، هذه كلها أنا أحتاج أفهمها. يعني أنت من يوم أنت مسكني أنا مثلا كعبد الله، من يوم ما أبدأ معاك في البرنامج التدريبي إلين أنتهي إلين أبدأ أحصل على العقد، إيش الخطوات اللي أنت تتبعها عشان أقدر أقول والله أنا المعلومة عندي والمهارات صارت عندي، فبالتالي أنا عندي القواعد الأساسية اللي أبدأ فيها ومن بعدها أتطور وأنمي. ممكن نعرف هذه المعلومات كلها لكن بعد الفاصل. مؤشرات مع عبد الله بحميشان. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين في برنامجكم برنامج مؤشرات، معي أنا عبد الله بحميشان ومع ضيفي الكريم المهندس مجدي الشريف. بس مهندس حياك الله مرة أخرى. يا هلا وسهلا. بس مهندس، كنا قبل الفاصل نتكلم عن التدريب، وبعد ما أنت مارست المهنة واشتغلت فيها وتعرضت لكثير من المواقف في مجال المقاولات، قررت أنك أنت تعطي خلاصة المعلومات بناء على دراستك كمهندس وبناء على خبرتك في السوق، فأنت قررت أنك تعطي دورة تدريبية مدتها 10 أيام ومتابعة بعد الدورة 3 أشهر لأي شخص يبغى يدخل السوق، بالذات سوق المقاولات بالضبط. يعني فممكن أعرف أنا أبدأ معاك من وين وأنتهي وين، وليش تبعني 3 شهور؟ إيش الفائدة أني أنا أقعد معك 3 شهور متابعة، والعشر أيام هذه إيش راح أستفيد منها؟ جميل جدا. فكرة البرنامج وجدت بعد وجود فجوة كبيرة بالذات للشباب السعودي في موضوع كيف يبدأ في مجال المقاولات أو مجال الصيانة بشكل عام، وأيضا اللي دخل المجال 6 شهور سنة بعد كذا يقفل، فكانت في مجموعة أخطاء، يا أخطاء إدارية يا أخطاء فنية يا أخطاء تسويق. فوجدت هذا البرنامج أو أوجدت هذا البرنامج واستهدف فيه كل شخص يرغب أنه يدخل في مجال المقاولات، كل شخص عنده مؤسسة أو منشأة صغيرة عنده 2-3 أفراد من العمالة موجودة معاه بتساعده وبيواجه مشاكل، ما بيعرف يوصل للعملاء، ما بيعرف بيسوق، الإيرادات ما بتغطي، ففي مجموعة أخطاء. وجدت هذه الورشة
نشر المعرفة وتقديم المساعدة بالشكل الصحيح. أولا كيف أنا أتخصص في مجال معين وأكون صاحب قوة في التخصص ذا، بعد كذا كيف إدارة فريق العمل، كيف أنا أدير فريقي أو أدير المنشأة بالشكل الصحيح، بعد كذا كيف أنا أسعر الخدمات. وهذه مشكلة كبيرة جدا بيواجهها الشباب، أنه ما يقدر يسعر الخدمة حقته، ولما يسعر خدمة بيكتشف أنه داخل في منافسة غير متعادلة القوى، بيتنافس مع أشخاص أو أفراد ما عندهم التزامات، ما عندهم أشياء كثيرة، وهو بيدخل في منافسة معاهم، وهذا شيء خاطئ. أنا لازم أحدد الفئة المستهدفة، مين عميلي، عشان أدخل في منافسة بالشكل الصحيح. بعد كذا كيف أنا أسوق للمنشأة حقتي بالشكل الصحيح. للأسف بعض الشباب بيدخل في المجال وبينغمس في الأعمال وبيهمل الجانب التسويقي، زي ما احنا عارفين الآن الماركت الآن أو السوق الآن جزء كبير منه يكون في التسويق وفي وإبراز أعمالك السابقة بالشكل الصحيح. هذه الدورة 10 أيام مكثفة، ما هي ورشة، ما هي إنه مذكرة أو كتاب أو مجموعة كتب ألخصها وأقدمها لك، هي فيها ممارسة بشكل كبير، فيها إنك تعرف كيف تبدأ بالشكل الصحيح، وبإذن الله بعد ما تخلص الورشة تكون جاهز ومستعد لدخول السوق، سواء دخول جديد أو إعادة دخولك للسوق مرة أخرى وإثبات وجودك مرة أخرى. الثلاثة شهور هذه التزام من عندنا أنا وفريق العمل اللي معايا، أنه نمسك المنشأة ونمسك الشخص ومشروعه، ننزلك الميدان ونبدأ معاك خطوة بخطوة، نطبق معاك تطبيق عملي على مشروعك، إيش الأشياء اللي أنت أخذتها في الدورة كأمور إدارية، كأمور قانونية، كأمور تسويقية، عشان نضمن بإذن الله تعالى أنك توقع عقد واثنين وثلاثة. أنت لحظة أنك تبدأ وتمسك الطريق الصحيح راح تنطلق بالشكل الصحيح بحول الله بإذن الله. طيب ممتاز بس مهندس، يعني كلام جميل. هل تم ممارسة نفس البرنامج مع أشخاص سابقين راغبين في الدخول؟ البرنامج ويمكن أنت أستاذ عبد الله أول مرة يتم الإعلان عنه عن طريق إذاعتكم الجميلة. البرنامج ما هو أول مرة يقدم بالشكل، قدم قبل كذا كدورات وكمعلومات ولكن بسيطة، لكن بالشكل المكثف هذا يعتبر أول مرة، وإن شاء الله خلال الشهر القادم راح تعقد أول ورشة عمل بإذن الله تعالى. طيب جميل جميل. في عندي استفسار، هل المقاولات بجميع أقسامها وفروعها كلها تنطبق عليها نفس الآلية؟ يعني لو بدخل مثلا في مجال مثلا لاندسكيب مقاولات زراعية، بدخل مثلا في مجال المقاولات الإنشائية، أبدخل في مقاولات الطرق والرصف والسفلتة، أبدخل في البنية التحتية، فهل كلها نفس البنود، كلها نفس الطريقة، كلها نفس الأسلوب في العمل، ولا كل تخصص له بنود له أبعاد، ولا بس الفرق اسم المشروع، يعني مشروع زراعي ولا مشروع خط الطرق ولا مشروع مباني، بس الاسم مختلف ولكن الآلية واحدة؟ الآلية أو الأساس يعتبر واحد. أنت بتتعامل معها كمشروع. أي مشروع فيه بداية وأثناء ونهاية. جميل. فأنا أي مشروع، أي تخصص أو أي مجال لازم يكون أنا عندي إلمام في التخصص نفسه. بدخل في اللاندسكيب لازم أكون أعرف إيش المجال الزراعي، إيش ومن يعني بديك مثال، بعض الأحيان بيستخدموا نباتات لا تتناسب مع البيئة حقتنا هنا. فهنا هذه من الأخطاء، يجي يقول لك أنا أوكي أحط لك زرع، أحط لك أشياء، لكن تتفاجأ الزرع اللي حطه والنباتات اللي وضعت 3 شهور 6 شهور ما استحملت أجواءنا وماتت. فلما يكون أنا في تخصصي أنا ملم وأعرف إيش التفاصيل المهمة، هنا يبرز أو أقدر أبرز قوتي وجودتي في العمل. لما أستخدم نباتات من نفس البيئة حقتي، من نفس المكان حقي، وأعرف كيف أنسقها وأظهرها بالشكل الجمالي المناسب لها، هنا أنا أبرز.
فأي تخصص في مجال المقاولات لازم يكون عندك إلمام كامل. إذا أنت عرفت التفاصيل الصغيرة هتقدر تبرز وتثبت جودتك في الموضوع. المقاولات بشكل عام كلها نفس الفكرة، كيف أنا أختار التخصص، كيف أنا أبدأ بالشكل الصحيح وأبدأ أقدم الخدمة بالشكل الصحيح، فكلها تقريبا نفس الشيء، سواء تصاميم، سواء لاندسكيب، سواء طرق، سواء معماري أو إنشائي، بشكل عام المنظور العام أو التصور العام تعتبر نفس الشيء. لكن لما أجي في كل تخصص لا، في دهاليز وفي تفاصيل كثيرة جدا، فالأساس فيها أنا أكون ملم في الموضوع. ما أدخل في تخصص أو في مجال ما عندي إلمام فيه كافي يأهلني أني أقدر أبدأ وأشتغل فيه. جميل. طيب أستاذ مجدي أو باشمهندس مجدي آسف، قلت في حوارك أنه ممكن نواجه منافس، وممكن المنافس هذا يكون شديد، وغلط أني أنا أواجه هذا المنافس وأنا جديد. طب فعليا السوق مليان منافسين، قطاع كبير، المؤسسات كثير، شركات كثير، في شركات مصنفة وقاعد تعمل في السوق. بالمقابل أنا أبغى أبدأ في السوق، طب الشركة الكبرى أو المؤسسة الكبرى أو حتى المتوسطة عندها الإمكانيات من العمالة، من المال، من المعطيات كثير، من معدات، أنه يقدم أسعار أقل من أسعاري. طب كيف أواجه هذا التحدي وكيف أتعامل معه؟ لكن بعد الفاصل. مؤشرات مع عبد الله بحميشان. مرحبا بكم مره اخرى اعزائي المستمعين في برنامجكم برنامج مؤشرات، معي انا عبد الله بحميشان خلف المايك مع ضيفي العزيز المهندس مجدي الشريف. باشمهندس، قبل الفاصل كنا نتكلم عن انا داخل السوق في منافسين، والمنافس ممكن يكون اكبر مني بكثير بإمكانياته المادية، بإمكانياته العينية اللي هي المعدات، بإمكانياته في الموارد البشرية اللي عنده، في إمكانياته في استحواذه على المشاريع. طيب أنا اليوم لو افترضنا أني أنا مقاول إنشائي وداخل في مجال الإنشاءات، وفي بناء على آخر إحصائية نتكلم عنها تقريبيا يعني في 40,000 منشأة مقاولات في السوق. صحيح. فأنا كيف أقاوم أو مو أقاوم، كيف أجتاز المرحلة عشان أبدأ أكون بورتفوليو اللي هو يتكلم عن سوابق أعمال قامت فيها المنشأة سواء كانت شركة أو مؤسسة. فعشان أكون هذه القاعدة لازم أشتغل مشاريع، فكيف أجتاز، كيف أجتاز التنافس، كيف أجتاز التسعيرة في يعني على عجالة. طيب السوق زي ما تفضلت أنت في أكثر من 40,000 منشأة في مجال قطاع المقاولات، السوق متعطش وفرص العمل كبيرة جدا. كيف أنت تبدأ؟ لازم تحدد المستوى اللي أنت موجود فيه، تعرف إمكانياتك. جميل. تعرف قوتك، نقاط القوة والضعف اللي عندك. ما تدخل في منافسة مع شركة أكبر منك في المستوى وفي فلازم تعرف أنت أول شيء حجم المنشأة عندك وحجم الأعمال اللي أنت تقدر تنفذها. بعد ذلك أبدأ أدور عن مين العميل اللي أنا راح أقدر أستهدفه. حلو. أحصل العميل، أقدر أتواصل معه وأقدم له السعر المناسب. هنا تيجي مرحلة المفاوضات، تتفاوض مع 3-4 عملاء، ممكن تكسب واحد، ممكن تكسب اثنين، ويبدأ عندك موضوع إدارة العمل. هذا جزء. الجزء الثاني أنه أنت يكون عندك علاقات مع مقاولين أكبر منك، تبدأ تأخذ من عندهم كمقاول من الباطن دعم او تاخذ مشاريع. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا شركة مقاولات 1-2-3، اقدم خدمة تكون عندهم احتياج لها. جميل. الان صار في زمن تحالفات، الشركات الكبيرة بتستعين بالشركات الصغيرة لتنفيذ بعض الاعمال. نعم. ما هو كل الشركات عندها جميع الخدمات. صحيح. لابد يكون في احتياج وفي جاب معين انا اقدر اغطيه واقدر استفيد منه. جميل. فهنا تقدر تبدأ تبني الخبرة والإكسبيرينس حقتك. حلو. وأبدأ أبني سابقة العمل. سابقة العمل. نعم. كذا ممكن أجتاز مرحلة التنافس مع العميل الكبير. أنا ما أبغاك تفكر
انه انا انافس الشركة. انا ما بتكلم الكبيرة. انا اقول لك اجتاز، انا ما بنافس، انا في الاول والاخير المنافسة الشريفة في السوق هي اللي تدعم وتعزز موقف الشركات والمؤسسات اللي تعمل في المجال. اي شركة، اي شركة تعمل في القطاع الخاص او اي مؤسسة تعمل في القطاع الخاص هي هدفها الربح، صحيح، وهدفها تقديم خدمة بجودة عالية وايضا الاستمرارية والاستدامة. فكون اني انافس هذا 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 طبيعي، هذا يعني هذه غريزة وفطرة في الإنسان إنه ينافس، والمنافسة الشريفة هذا أصل نجاح المشاريع، نجاح الشركات. اليوم لو ما في منافس في السوق لك أنت أصلاً ما حتتحمس للعمل، المشاريع كلها تبعك والشغل كله تبعك، ما في أحد ينافسك، ما في أحد ممكن يتعداك في الجودة، ما في أحد ممكن يتعداك فترة التنفيذ. فالمنافسة مهمة، لكن أنا أتكلم عن الاجتياز. الاجتياز اللي هي مرحلة أني أنا أمسك الطريق، اللي هي ما أواجه مشكلة مع شركة كبرى أو مؤسسة أكبر مني في مواضيع اللي تكلمنا فيها، موضوع الأموال، موضوع الموارد العينية، الموارد البشرية، اللي هو أدخل من تحت المقاولين الرئيسيين دخول بالباطن، أو أني أعمل على مشاريع القطاع العام والترسية عن طريق منصة اعتماد. كذا أنا أقدر أبدأ وأبدأ أكون الخبرة وأكون قواعد اللي هي سابقة الأعمال اللي أنا أحطها في ملفي، اللي هو يخليني أعزز وجود العميل اللي أنا اخترته. زي ما قلت أنت استهدف العميل المناسب لحجمك في السوق. فبالتالي أنت كنت تتكلم عشان الاجتياز، تكلمت عن مرحلة الأولى اللي هو الإلمام، وأيضا الإلمام بحجم حجمك أنت كمؤسسة أو منشأة، الإلمام بتخصصك في السوق، مين ممكن يعمل عليه وأنك تشتغل ممكن معاه بالتوازي كتحالف، أنت تعمل أعمال تنفيذية له هو يحتاجك فيها، أيضا العمل على مشاريع متناسبة مع حجمك المالي الحالي إلين تبدأ تطور المسألة. تكلمت معك قلت لك كذا أنا اجتاز، قلت لي المنافسة ما المفروض أنك أنت تنافس، قلت لك أنا وجهة نظري وادر أنت وجهة نظر أنت أدرى مني في المجال. هي المنافسة جميلة، بس الفكرة أنه ما أدخل في منافسة مع شركة أكبر مني في إمكانيات وفي القدرة. المنافسة تكون في نفس المستوى، جميل. أقدم الحاجة اللي تميزني. نعم، فهي هذه الفرصة. طيب مهندس مجدي كنت معانا اليوم في برنامجنا، برنامج مؤشرات، معي أنا عبد الله بحميشان من خلف المايك. شكرا لك، شكرا للمعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع. شكرا لزميلي في الإخراج الأستاذ أحمد موسى، وأعيد وأكرر إن شاء الله إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله في برنامجكم برنامج مؤشرات في نفس التوقيت مع ضيف عزيز جديد ونقاش وحوار جديد في موضوع جديد. تحياتي لكم، فما الله.